الله تعالى وحاح ما وحير أنا كهذا لبضو قفوت إني فرحت كون وراته أما هناك إني كون وراته محاكي أنا سأقول هاي قفوا البدوية إذا نجوا وحو راديا وارلمانا وإيه مركز سوين هذا لمانا إنه هراء يو راديا وأنا سنة الحياة أي كم تحي لبضو قفوت نرشد ونعكسن أي كم تحي طيب أنت ما دام ساس أي تحي وحالو بها هي قف كان وحو كبها هي فرحت إنه كون وراته سدو فرحت أو نوران كراه سؤال شو قفل بسويدينا فرحت سيدي أول نوران كرا فرحت سيدي أول نوران كرا ولو باهي قفك إنو سمي أرمها صو صو طب لوري طبعا كان أرموتها دو سمي إن شاء الله تعالى وحا رجينينا قفك سنو فرحت وكو نوران آيو فأسيقي فاهم الكي سبو محالة بهاي جعيل كادان كسو قادنا أما الله فرحت لبضان قفوت وذنو الوناق وقيدو كرواية قيد كان وحو كنو ليه وحاواية بيو كنو ليه حي هدي بي الآن لدي قيد كاسو لمنا نورش وناكسن أما أفهمك أما جعيل كأيدو نصيدو كرواية وقيد أما ونورل ون ووح نولا إهواية وحيالا وحاجر نورشي سي زيادين أي وحيالا وحاجر oo noloshiisa baabi'inaayo oo dilaya nafta oo dhim wax dhimanayo oo wax dhimto kala ka soo qaadaya. Tayib waxyaalaha dilay waa naqaana kulligeena laakiin maxaa nooleeyo wax nooleeyo marka culimadu waxay dhahaan waa 12 arrimood qofka hadduu sameeyo insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in uu arrintiisa uu nolol fiican uu ku noolaado ayaan rajaynaynaa. Tan koobaad culimadu waxay dhaheen oo ka sheekeynaysa arrimahan qofka hadduu rabo inuu nolol wanaagsan ku noolaado وإنه دريمه وشعور الزوج بالرضا عن علاقات بينهما مركو كواد وقفك إنه ورحالك هي هيكون فرحسين قفك ونورش لو داقوي تدك قاركو دو حالقيا بقفك إنه سنلق فرح سنين بإنه نور لو داقوي وكله والله واكو قصبانا هي عرورتن بإيجيني سماهيني أنا ما بجي على بقفك إنه على نور الله حي قفك طبعا أصوصاس في كرا سدو والتسدو والرجينا مركا إنه كن ولا هذا فرحد وكن ولا هذا كمن ولا كرا طبعا مرتين كوبات في علماء كهدين كوب وحوه ري وحواي إنه قف كان شعور بالرضا قف كان إنه فرح إنه درينسين يهيب نورشا وحن الحمد لله نعمة إله إستيواي قف كان وقف وناكس واي وحن كفينا دي هل نعن كفينا أول ويش قف وحلو بحل نعن كفيري قف كان قف ابن آدم أو وناجي سي حمان تيس وناجي سي بني هواي هدي لكن آخر هذه سيد قف أن وناك كري أن لهين وحمان دن أن لهين الدار هذه سيد ماشي وحا كو دعيس وحا واي وحلا انا كو دعيس ولما ذا وحي دهين من طلب اخ بلا عيب صار بلا اخ دهين قفكي راديو ولال انا عيب لا ان ايه وحون وحون نقنا ولال لا ان نقنا وحال مد ايه قفكي راديو حاس عيب لا ان راديو وحون نقنا حاس لا ان ولغي سهانا قفكي جبدي راديسو نين او محال بها عيب لا ان يدن ولغا دخي نقنيسا وحا واي nin la'aane meesha ku noqonaysa idan meesha wax ugu weyn qofka raadina suu raali uu ku noqdo waxa ugu weyn waxa way marka qofkan inuu raadiyo horta marka hore qofkan nolosha aan la wadaagayo qof aan ku qanacsanahay miyey mis qof aan ku qanacsaneen haddaan ku qanacsaneen ani waxaan qabaa qoys adigana waqtiga ha dhuminin gabadha walaashaada waqtiga ha dhuminin oo runtina isu sheegtaan ayaa fiican si ku noqon karta labadan qofood inay nolol wanaagsan ay ku wada noolaado waxa ugu horeeya waxa waaye labadan qofood qofkan qofka kale inuu raali ka yahay si dadka gabdha qaarkood marka aragt waxay ku leedahay nolosh wallahi hadiis caruurta ahaale ma wala noolaadeen boo ninku wuxuu ku leedahay hadiis caruurta meeshii joogi lahayn ma wala noolaadeen ba gabadhan meeshas marka ma idin la tahay nolol inay taalo may wallahi ma taalo nolol ma taalo waxa yaala bis qof qof dhuruf u geysa qof dhuruf ku hay un baakiin ismaheen meeshas nolol ma taalo idan meeshas nolosha uu in waxa loo baahan yahay qofka inuu yiraahdo marka sideen nolol u soo celin karaa ama sidii u badbaadin karaa naftiisa si u badbaadin karaa wax walba lama quusto dadka qaar ku isla markii waa quusanayeen ha quusanayeen if you want to do Facebook live game streaming part wala hada hadu qofka hadu mar qanaco ama uu quusto oo dhamaad sidoo uu qanacay ama uu quustay waaye hadu laakin uu rajaynayo waxa loo baahan yahay waxa ugu horeeya qofkan uu raadinayo inay noqoto waaye shucuur birida قف كان أن لنوله وقف ورالكي إهواي نفتي سوسي حوله سوسي أنت دمر أدوك جو أنا ويجا دورته نينكو إنه يراه قبلها قبلها أنا نفتي هذا إسيس أنت نمر أدوك جو قارب ضنا على صاحب أوف كورس لكن أنا نفتي هذا إسيس تن أوه رئيس مكة وحواي إنه قف كان رالكي هي نولشيس ورالكي هدوس رالكي هن قف كاس نورلكم من ولا أنا
wax walba waa la dhisi karaa, gadaal waa laga dhisi karaa wixii halaabay, laakiin tan ugu horreysa waxa waaye inuu qofkan uu rida uu raalli ka yahay una ku faraxsan yahay. Arrinta labaad oo keenayso pointaan rabaa inaan sheego, waxaan jeclaha dadka oo si fiican u dhegeystaan. Arrinta labaadna waxa waaye qofkan suluuk ijaabi bayna zawjiyin mitla tashjiic walxor. Qofkan haddaad aragtid ninkaaga hadduu aragtay inuu business samaysanayo, waxaa loo baahan yahay encouragement, waxaa aragtay arrin wanaagsana ku aragtay arrintiisa wanaagsana qeybtiisa wanaagsana waxaa u baahan tahay encouragement ama buurin inaad ku samayso, oo buurisid ayaa loo baahan yahay. Haddaadan buurinin oo uu ku arkay niyajibin aa u keentay, dhibay noqon. وح شيخ وكبح انا معي دالك كقال اي كبح اوكي وصلنا ان شاء الله ندوب يا هبي قبل تسوي نوصل.